بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم منصف. إخوتي أخواتي، ككل مرة كاين موضوع حاب نوصلو الإخوة تاعي المربيين، نستعمل سلسلة، يعني كل موضوع والسلسلة تاعها. السلسلة هذه هي عنوانتها بالروتين تاعي في الغرفة. علاه؟ باش أي واحد يقدر يتعلم من التجربة تاعي، والحمد لله. السلسلة هذه هي عبارة عن أشياء، عندما راح نقوم بالتنظيف، عندما راح نقوم بأي إجراء للطيور. وأول حاجة في السلسلة هذه هي القاعدة الأساسية لأي مشرع في رأسك، هو النظام. تنظم روحك تنجح في قرايتك، تنظم روحك تنجح في الخدمة تاعك، تنظم روحك تنجح في أي نشاط راح تديرو. وأي عمل نقوم به لازمك تحط بين عينيك هدف. كل واحد الهدف تاعو، كل واحد الهدف تاعو. أنا الهدف تاعي معروف، الهدف تاعي هو هذه هي اللي تحصل بها على التقييم تاعك تاع تربية تاع الطيور. تختار نوع معين من الطيور، ويبقى المعشوق هو حق اختيار اي مربي. وهذه باش نوصلها لاي مربي جزائري، ما كانش نتيجة مليحة راح تجي ويديك الدقيق، لازم تستعجل. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.